بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها المتابعون لقناة الدكتور شريح أحمد جلو ها نحن نرجع إليكم في ما يتعلق بدرسنا النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ونحن لازلنا في المجلد الأول. تعال وري. نعم، وقد وصلنا بكم ولله الحمد إلى عنوان تقسيم الفعل باعتبار زمنه. تقسيم الفعل باعتبار زمنه، قد تحدثنا سابقا أو أشرنا إشارات سريعات، فقلنا بأن الفعل في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا أكثر. نعم، الأول الفعل الماضي، والثاني الفعل المضارع، والثالث الفعل الأمر. وها نحن الآن نبدأ أيها الأحبة المباركون بالفعل الماضي. الفعل الماضي كما في القاعدة، الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي، بمعنى لو فعلت أي فعل وكان ذلك في الماضي فهذا يدل على الفعل الماضي. نعم، أي فعلت هذا الفعل وانتهيت منه، فهذا الذي يسمى في النحو العربي بالفعل الماضي. كل فعل يدل على حصول، أي على أن هنالك على حصول عمل، أي على أن هنالك عمل ما قد حصل في الزمن الماضي، وليس المضارع وليس الأمر. ومثاله قول المؤلف أو قول المؤلفين: جرى الكلب، جرى حصل الجري وانتهى الأمر، وقف الرجل، وقف، نعم وقف وانتهى أيضا من الوقوف، ضاع الكتاب، ضاع يعني الكتاب ضاع، ضاع الكتاب، نعم، دقت الساعة، نعم، الساعة كلمة تدل على التأنيث هنا، ولذلك أتت التاء هنا أيضا في دقت، فقلنا دقت الساعة بمعنى يعني دقت الساعة وانتهت من ذلك. نعم، أيضا عندما نقول جاءت البنت، جاءت وانتهى الأمر. باضت الدجاجة، نعم هنا في سكون، والدجاجة أيضا في سكون في ال، فنقول باضت الدجاجة ونحذف يعني إحدى التاءين يعني تخفيفا، يعني وهنا كما يسمى التقاء الساكنين. فعندما ننظر إلى كل هذه الأمثلة نرى أن جرى ودقت ووقف وجاءت وضاع وباضت من البيض، هذا كله أفعال تدل على حصول عمل ما قبل زمن التكلم. نعم، لذلك كل كلمة من هذه الكلمات نسميها بالفعل الماضي، يعني جرى فعل ماضي، جاءت فعل ماضي أيضا، باضت فعل ماضي.
وكذلك إذا وجدت أي كلمة من هذا النوع فأنت تسميه بالفعل الماضي. فلو قلت ذهب محمد إلى السوق ذهب وانتهى. نعم، إذا قلت لعب إسماعيل بكرة القدم انتهى الموضوع. حفظت فاطمة كتاب الله. إذن بهذا نكون قد انتهينا من الفعل الماضي، وسنذهب إن شاء الله مباشرة إلى النوع الثاني من أنواع الفعل، ألا وهو الفعل المضارع.